الدور اللي فوق لو تحبوا تشوفوه في الكود بتاع الباب، رقم الطلب بتاع الباب اللي احنا دوت كود نمبر بتاعه، او بالورقه او بالموضوع او بالعنوان او بالسلسله او بسنه النشر. يعني ممكن يطلب ده البرنامج اللي انتوا بتجيبوه ده البرنامج الخاص بتاعك. ممكن استعاره في حته الكود هنا السكشن ده للاوبريشن والتجارب وسائلنا التقليديه ان انا نحسب الباور عشان اركب انديكيتور، كل انديكيتور اخد بيه بي ده يعتبر سندوتر مصنعه هنا في الاكاديميه حته متركبه وكانه برضه ماكينه وبياخد المسألة عليها شايف نفسه داخل فيها. برضك ممكن نلاقي حاجة أساسا بياخدها بالليل، يعني استعمال الأجازة هو موجود بالليل. معلومة أولية أن هناك خطر تصحيحي. لازم اللي هو أكمس المثلث اللي هو الدبليو وكل ماده كمان مجهزه ب ده طبعا يعني الاكاديميه بتحاول دايما تبقى تحدث عمليه التحديث او المركب بتاعتنا هنا اهو، ودي مجموعه من الاهداف وشايفها. طبعا هنا بقى مفيش هنا بتحاول عايز تكبر السكيل طالب ده جهاز تحديد الموقع سيستم وان سيستم
المفروض الكليه بتاعتي متصله على نتورك.